نورت القصر. عاوز مني ايه؟ شايفة القصر ده كبير قد ايه؟ للأسف بقيت عايش فيه لوحدي، ما بقاش معايا حد يونسني. أبو المكارم لازم يخرج. أبو المكارم ده محظوظ قوي. ظهر إني غلطت إني جيت لك. بالعكس، أنت عملت الصح. اقعدي اتفضلي. احتمال مجيئتك دي تفيدك، مش هتخسري حاجة. ادي نفسك فرصة تشوفي الدنيا، تعيشي الحياة اللي اتحرمت منها. بتحب أبو المكارم؟ فقير وعاجز، بس للأسف ما كانش قدامك غيره. لكن دلوقتي الظروف اتغيرت وقابلتيني، يعني أبواب السعادة هتتفتح لك. لكن زي ما بيقولوا كده، كل شيء له تمام. أبو المكارم كان بيتكلم عنك كتير، بس تصدق عمري ما كنت أتخيل إن كلامه صح قوي كده. يا راجل ده أنت عمه، أنت فاهم؟ لا أنت كده مش فاهمة حاجة. أنا مش عمه، أبو المكارم ده نصاب، بيحب يعيش على شأن الناس. النوع ده ما عندوش قلب، ممكن يدوس على أي حد علشان مصلحته. بس اطمني، كده كده أبو المكارم مش هيخرج من اللي حط نفسه فيه، وحبل المشنقة مستنيه. وللأسف أنت هترجعي تاني الحارة تبيع الرغيف بجنيه وباتنين جنيه. إلا إذا. إلا إذا إيه؟ إلا إذا عملت اللي أنا هقولك عليه. أولاً أبو المكارم مش راجع تاني، ثانياً شكلك ما بتحبيش الفقر ومش عايزة ترجعي الحارة، وأنا هقدم لك العرض اللي ما بيتكررش، 1,000,000 جنيه. هتقولي كلمتين هقولك عليهم، إيه رأيك؟ أنا شم ريحة موت يا سليل. فرحين. هترجعي بيتك يوم. حصل؟ اعتبري حصل. إني حصل ولا لسه؟ ها؟ يا ست اعتبريه حصل، أنا بقول لك أهو.